تحدث الجانب التركي بأن العراق بلد مسرف وهادر للمياه، باعتبار كما تحدث الأتراك بأن المياه العذبة تنتهي في البحر. خلي أقول لك أستاذ محمد، هذه كلمة حقني ورادوا بها باطل. نعم قد يكون هنالك استخدام غير أمثل للمياه، الغمر ورئيس الري السيحي الآن عفى عنها الزمن، الآن استخدام الأساليب الحديثة في الرياح في الري وفي استخدام المياه، نعم، لكنه أيضا نحتاج إلى كميات من المياه لدفع اللسان الملحي في شط العرب. على خبرائنا أن ينبهوا الجانب التركي إلى أننا نحتاج مياه عذبة لدفع اللسان الملحي في شط العرب، هذا لا يعني إسراف. أما النظم التقليدية القديمة في غمر المياه وفي الري السيحي الآن بدأ العالم يغادرها ويستخدم أساليب حديثة جدا في إعادة تدوير المياه وفي تقنين المياه، والعراق أيضا الآن بدأ في هذا الجانب. وعدنا خلال المحور الثامن الذي يعني من برنامج الحكومة السيد رئيس الوزراء اللي قدمه في مجال الزراعة والموارد المائية، أيضا هنالك بنود لتغيير استخدام المياه، يعني تبني إجراءات جديدة. الفقرة خامسا من المحور الثامن من البرنامج الحكومي للسيد رئيس الوزراء الأخير يقول تبني إجراءات ترشيد استخدام المياه في المجالات المنزلية والزراعة والصناعة وغيرها. زين هذا موضوع جدا مهم يعني في البرنامج الحكومي اللي قدم السيد رئيس الوزراء. إذن الحكومة عازمة وسائرة في هذا الخط، مو بس لأنه استخدام ترشيد المياه لأجل تركيا وإنما العالم ولأجل الإنتاجية والبحوث العلمية. يعني إحنا بنستخدم استخدام أمثل للمياه بالتأكيد سيعطينا إنتاجية أفضل، كلف أقل، استخدام أقل للمياه، يعني تأثير المياه على التربة تأثير سلبي بعض الأحيان لما يكون غمر وسيحي في زيادة الأملاح في زيادة التصبغ، يعني أرصب خصير أملاح تصير أزيد تتلف الأراضي، هذه كلها نعالجها بالتقنيات الحديثة للري. وقد خصصت الحكومة في برنامج الحكومي وأيضا في توجيهات الوزارة ومجلس الوزراء الأخير مبالغ ضخمة جدا لاستخدام التقنيات الحديثة. نعم. من حيث تسليف المزارعين وكذلك في الخطة الزراعية لا يعطى المزارع يعني أي نسبة من الخطة الزراعية إذا لم يستخدم الأساليب الحديثة في الري. ميعاد محمد. طيب سيد السعدي جدا، فالأتراك عليهم أن لا يتشدقوا بهذا الموضوع.